السلام عليكم. عظم الماندبل. الماندبل يتكون من بادي، هذا هو البادي، بادي اوف ماندبل والريموس. عندنا تو ريموس، البادي واحد والتو ريموس، هذا هو الريموس، هذا هو الريموس. البادي راح يكون عندنا هورس شو او يو شيب، ويطلع من عند البروسيس اللي نسميه الفيولر بروسيسز. الفيولر بروسيسز اللي هي قلنا المنطقة اللي تقعد بيها الأسنان. البادي نفسه بقاعدة أسميها البيز، بيز أوف ماندبل، هذه هي البيز أوف ماندبل، والبادي مع الريموس يعني منطقة الالتقاء البادي مع الريموس راح تكون لي الانجل اوف ماندبل، او نقول واحد من عندكم ذاك المرة سأل يعني الانجل اوف ماندبل شنو هي؟ هي التقاء البادي مع الريموس، او نقول البيز اوف ماندبل، بيز اوف ماندبل مع البوستيرير بوردر اوف ريموس اوف ماندبل. من الجزء العلوي للريموس اوف ماندبل راح يطلع لي تو بروسيس، اللي هو الانتيرير راح اسميه كورونويد بروسيس والبوستيرير الكوندايلر. الكوندايل اللي هو نفسه راح يقعد لنا بال الجلينويد فوسا الموجوده بالتمبرال بون، ويكون لي التمبرال ماندبيلر جوينت بين الكورونويد بروسيس وبين الكوندايل. راح يكون عندي نوتش، هذا هو النوتش. الاذر لاند مارك موجودة بالإكسترنال سيرفيس راح يكون عندي هذا بروتيوبرانس، المنتال بروتيوبرانس، وطالع من عنده هذه المنطقتين هاي من هالصفحة ومن هذه الصفحة. يعني هذه المنتال بروتيوبرانس راح تكون عندنا بالميدلاين، وطالع من عندها حدبتين صغيرة اسميها تيوبركل. بروتيوبرانس الكبير والتيوبركل هو صغير، منتال بروتيوبرانس، وعلى الجهتين اكو عندي المنتل تيوبركل. تحت منطقة البريمولر، هاي منطقة البريمولر تحت، راح يكون عندي فورامين اسميها منتل فورامين، تطلع من عندها طبعا يعني باندلز متكونة من النيرف وارتري وفين، منتل من المنتل فورامين. ايضا بالاكسترنال اسبكت اقدر اشوف هذا الجزء، هذا اسميه الاوبليك ريدج، اوبليك ريدج طالع من الانتيرير بوردر اوف ريموس اوف ماندبل، ماندبل وجاي داونورد فورورد على البادي. انترنالي راح الاحظ اكو عندي الفورامين ماندبيلر فورامين، قلنا الماندبيلر فورامين يدخل من عندها الانفيرير الفيولر نيرف والارتري طبعا والفين، ويدخل داخل البون ويوزع البلاد سبلاي والنيرف فايبر على الاسنان الموجوده البوستيرير الى ان يوصل منطقه البريمولر. هذه منطقة البريمولر راح ينقسم داخل البون الى قسمين، قسم من عنده يطلع برا عن طريق المنتل فورامين، والجزء الاخر يستمر الى يعني الانتيرير لي حتى يغذي بقية الاسنان الانتيرير. لاحظ هنا انا مسوي لك النموذج، طلع عنده النيرف وهنا انا الارتري، طبعا هو يطلع عنده بندل يعني من كل منطقة يطلع معناتها نيرف وارتري وفين من الجهتين. المنطقة الوسطية، هذه المنطقة الوسطية الميد لاين اسميها سنفسيس منتي، سنفسيس منتي عند الجنين راح تكون عندنا الماندبل يعني تو بارتس وبيناتهم فاصل، بعدين بمرور الزمن راح تلتحم المنطقتين، المنطقة الالتحام اسميها سنفسيس منتي. نرجع على الانترنال اسبيكت اوف ماندبل، اكو عندي لاين المايلوهايويد لاين، هذا اللاين مايلوهايويد لاين يكون عندي مرتفع من الصفحتين طبعا، مايلوهايويد لاين هو مكان الاتاتشمنت للمايلوهايويد ماسل.
المايلوهايد لاين ينقسم لي الانترنال اسبكت اوف مانديبل الى جزئين، جزء صاير anterior و above المايلوهايد لاين، وجزء below and posterior الى المايلوهايد لاين. above المايلوهايد لاين و anterior المايلوهايد، هذه المنطقة اسميها sublingual fossa، sublingual fossa. اما posterior و below اسميها submandibular fossa، submandibular fossa تقعد بها submandibular salivary gland، والsublingual تقعد بها السبلينجوال سليفري جلاند. من ال يعني تلاحظ هذه المانديبولار فورامين، اكو عندي مثل بروجكشن هنا أنا مو كلش واضح، هو بالحقيقة يكون يعني شوي اعلى، ما موضحي جدا هذه المنطقة تتغوش، ما اعرف ليش هذه المنطقة اسميها لينجولا، لينجولا هي يعني في البروجكشن يفترض شوي يسووه اكبر، هنا أنا كلش يعني لاغي. اللينجولا هي مثل البوني بروجكشن، يعني مثل الغطاء او شيء مثل الواقي للمانديبولار فورامين. ايضا عندي لاند مارك اخرى اللي هي هذه اللي تشوفوها هنا، مثل الجروف صاير جروف ويمشي بارالل للمايلوهايويد لاين، هذا مايلوهايويد جروف بارالل الى المايلوهايويد لاين، يكون طالع من يعني بدايته راح تكون عندنا من المانديبولار فورامين وداونورد. ايضا لاند مارك هنا أنا مو كلش واضح، هذا يعني هذه المنطقه بالميد لاين بالسنفسز منتي راح يكون عندي الجينيال تيوبركل، ما يسمى بالجينيال تيوبركل، ما واضح جدا عندي بهذا المكان. جينيال تيوبركل يعني مثل الحدبة بالميدلاين وطالعة من عدها، يعني على الحدبة نفسها طالع عندي السباين سوبيريور سباين وانفيريور سباين، هاي قلنا تعطيني اتاتشمنت للمصل اللي راح ناخذها ان شاء الله بالمرحلة الثانية. واخر شيء عندي هذه المنطقة، هذه المنطقة هذه من هاي الصفحة ومن هاي الصفحة، اكو عندي فوسة يعني جدا شلو هاي الصفحة وهاي الصفحة، اسميها دايغاستريك، دايغاستريك فوسي، دايغاستريك فوسي يمنى ويسرى. هذا تقريبا كل ما موجود بالمانديبل، واذا عندكم اي سؤال سألوني وشكرا جزيلا.